اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامجكم الاسبوعي والفني. معنا فنان ضيفنا اليوم نجم مغربي معروف محبوب عند المغاربه كامل وحتى خارج ارض الوطن. كل شيء كيحماق عليه وكل شيء كيعرفه بالله. هذا ضيضي حاضر معنا اليوم. امين ولا امين يكسيك؟ الله يعجبك. اش اخبارك؟ الحمد لله. كل شيء صباح الخير بخير. ماريا، شكرا على الاستضافه وانا فرحان انني اليوم معك في هذا الانترفيو بشوف تيفي. مرحبا بك، انا لي الشرف انك تحضر معايا. شحال وانا تابعك. امين اليوم عاودتي جيتي عندنا بالمولود الجديد او لا عاودتي مولود الشاب عقيل الله يرحمه العشق الممنوع. عاود لنا كيف جاتك الفكره انك تعاود الاغنيه وتعاودها بالستيل ديالك؟ الفكره يعني ما كانتش زعما بلاني فيه ولا شي حاجه، جات هكا غير متوقعه. يعني احنا كنا غير كنغنيوها في الاستوديو وداك الشيء، واحد المقطع صغير اللي كنتو تنتوما دعيتو شوف تيفي، فالناس طالبوني انا نخرجها بديك الطريقه ديالي، وانا ما حاولتش انني نقلد ولا شي حاجه، خرجتها بطريقه ديالي يعني ما بدلتش من راسي وخرجت الاغنيه. معلش، شنو الراي ديالك في الناس اللي عجباتهم الاغنيه ولي فان ديالك سورتو اللي كيقولوا زعما كيعجبهم ستيل ديالك عجباتهم الاغنيه، ولكن كاين بعض الانتقادات اللي قالوا لا تعديتي عليها، لا ما كانش عليك تغنيها بديك الطريقه، كان عليك يعني اما تعاودها كيما هي اما بلاش. ضروري ضروري دائما كيكون يعني اي حاجه في هذه الدنيا كاينه اللي كتعجبو كاينه ما كتعجبوش، يعني ما يمكنش يتوحدوا عليك الناس الكره الارضيه كامله عليك انت، ما يمكنش. يعني واحد الحاجه انا مقتنع بها انني عملتها بالستيل ديالي، فانا اللي حاولت اني نحافظ عليه هو انني ما نتبدلش من اجل باش نغني واحد اللون غنائي، نبقى انا هو انا واخا نغني داك اللون الغنائي الاخر. وبالنسبه لي يعني هذيك ماشي كوفر ريبريز، يعني عاودنا لارونجمون كامل توزيع جديد، وبالنسبه لي كتبقى غير مرحله لاغناء ريبرتوار الفني ديالي، اما الخطوات ديالي الفنيه بقى جايه ان شاء الله. وعلى كاين شي جديد ان شاء الله من ورا؟ كاين كليب ان شاء الله ديال الاغنيه فالومي، كاين مشروع ديال جوج الاغاني اللي غيكونوا موجهين للعالم العربي هذه المره ان شاء الله بالتوفيق. امين، شنو سر النجاح ديالك؟ يعني واحد الفتره وجيزه الجمهور كامل كيبغيك، كلشي كيعرفك، كلشي كيسول امينيكس امينيكس، الاغاني ديالك كتسمع بكثره في لي راديو، الناس دايرينها في الطوموبيلات ديالهم، شنو السر ديال هذا النجاح؟ ما عرفتش، انا بالنسبه لي يعني اي نجاح فهو كيكون دائما، يعني واخا كيكون مورا واحد العمل وداك الشيء، كتجي واحد الفتره كيكون واحد الصدفه اللي كتخلي الناس يعرفوك. يعني انا بالنسبه لي يعني كنخدم على الاغاني ديالي مزيان، كنفكر قبل ما نختار لو شوا ارتستيك ديالي، دونك اختيار ديما كيكون يعني نقدروا نديروا 20 اغنيه ونخرجوا وحده. يعني انا ديجا في الاستوديو كيكون عندي البومات ولكن كنخرج سينجل، يعني نتيجه ديال داك العمل كامل. والجمهور يعني الا قبلك وبغاك داك الشيء مرضات الوالدين وقبول من عند الله، يعني واخا تعيات دير. كنتي متوقع هذا النجاح؟ الصراحة كنت كنحلم به، ولكن باش نتوقعش بهذه الدرجة يعني ما كنتش كنتوقع ان من بعد العمل يعني ديما كتكون النتيجة، ولكن النجاح بهذا القدر وهذا ما كتقدرش تتوقعه، لان انت كتخرج واحد الحاجة كتعجبك والناس اللي كيبقى لهم اختيار في الاخر غير هو. يعني ملي كتكون عارف راسك فين غادي وكتكون مقتنع وكتكون عندك واحد التيم اللي كتحميك وواقفة معاك، يعني كتوصل لذوك الاهداف اللي بغيتي. اكيد. امتى اكتشفتي الموهبه ديالك اول مره؟ اش غادي نقول؟ عندنا اول مره امين بغى يغني او كيفاش؟ انا ملي كنت صغير يعني في المدرسه وداك الشيء كيعزيز عليا الانشطه، يعني كنت زعيم، كيعجبني انني نكون ليدر في الكلاس، ننظم الحفلات، عزيز عليا هادشي ديال الاورغانيزاسيون. كانت عندنا جروب ديال الدقه المراكشيه في المدرسه. يعني ديتي في الدقه المراكشيه؟ دينا الدقه المراكشيه ديك الايام ديال لاله منانه وداك الشيء. دونك سكيفي انا داك الشيء من الصغر كبر معايا، يعني واخا كنت كنقرا وهذا كان عندي داك الحس الفني الدعابه، دونك من تما يعني حاولت انني يعني ندير اغاني ديالي بوحدي ودرتهم، وكانت الانتقاله النوعيه في المسيره ديالي هي اغنيه انا وياك، حيت ملي خرجتها يعني هذيك الاغنيه حفظوا عن الناس، وهذيك الاغنيه بدلت لي حياتي، وتما قلت علاش ما نزيدش نتلونصا في الكارير الموزيكال. نرجع معك امين للدقه المراكشيه، واش كنتي كديرها غير في المدرسه ولا شي مره خدمتي في شي عرس في شي مناسبه؟ صراحه حقيقه صراحه كنت كان انا كنضرب الضرب وكمزيان ايقاع كان يعني كنطحنوا. مشيتي شي ناخذ شي عرس؟ خدمنا مع الدراري ديال الحومه، حنا اصلا دابا مثلا في طنجه عندنا الدقه المراكشيه بزاف، هكذا الجروبات وداك الشيء، يعني كنت كنمشي مع الدراري كنشطوا هكا الدقه المراكشيه وداك الشيء. شحال اول خلاص خديتي مثلا؟ شحال؟ انا شي 100 درهم 300 درهم 100 درهم بصح عرفتي قويه واعره وفرحتي بها. شحال كان في عمرك؟ 100 درهم كتجي كبير عرفتي، كتمشي بها بزاف د الحاجات. شحال كان في عمرك ديك الساعه؟
اش غادي نقول لك، كنت عندي واحد 15 عام بحال هكاك. فرحتي بها؟ كنت كنديرها في الكركاس تليفون الله في التحريف. تبارك الله عليك. امين امين. شكون كتشوف في الفنانه المغاربه الشباب اللي كينافسوا امينكس؟ الصراحه يعني ما كايناش منافسه. انا بالنسبه لي يعني الميدان يعني فني، كاين بزاف ديال الفنانين صاعدين اللي كل واحد غادي في الطريق ديالو. كاين رضوان الرحيل، كاين ايهاب، كاين بزاف ديال يعني ديال الفنانه الشباب دابا كاينين صاعدين، وكل واحد عنده الفانس ديالو، وكل واحد عارف راسو فين غادي، وهذا هو المهم. يعني حتى الا تلاقينا باساليب غنائيه مختلفه، فاحنا الهدف ديما كيبقى هو ان الموسيقى الشعله تستمر. داكشي اللي دار سعد نكملوا عليه حنا، والله يطلق سراحه بعدا من هذا المنبر. دونك بما انك جبتي لي سعد، واخا كتبخلي لك السؤال من بعد، عارفه ان علاقتك مع سعد زوينه، وانه كان كيسمع الاغاني ديالك في البورطابل ديالو اكسيتيرا. شنو الراي ديالك في القضيه اللي وقعت لسعد المجرد، واش انت متعاطف معاه كفنان وكصديق؟ اش غادي نقول لك، يعني انا متعاطف معاه كفنان، ويعني دابا قلتي علي بورستيني حيت كنعرف سعد مزيان انا، ويعني حتى داك اللقاءات اللي تلاقينا انا وياه دوز ليا فيهم شي نصائح اللي عمري ما نساهم، وهو كان معجب بزاف بالستيل اللي كندير، وكان كنا قراب ندير واحد التعامل، يعني او بوا انا نديرو التعامل يعني قريب. كانت مفاجأة يعني ديال العمل، ولكن اش غادي نقول لك، شاءت الأقدار. ويعني حنا الإنسان كيف ما كان راه خطأ، فهمتي؟ غير هو دابا الغربة وشحال ديال الحيتيات اللي داخلة في هذه القضية، اللي حتى واحد ما عارف شنو واقع، كاين واحد الغموض صغير في هذه القضية. فحنا كنتمناو أنه يعني حنا متفائلين خير أنه إن شاء الله تفك هذه المحنة، ودابا ملي وقف مع سيدنا الله ينصرو يعني دافع معنوي كبير ليه والفنان المغربي اون جينيرال. فكنتمنى ان شاء الله انه القضيه ديالو تحل في اقرب وقت. اكيد الله يطلق سراحه ان شاء الله ويرجع لينا والجمهور ديالو. امين. بما انك جبتي الملك محمد السادس الله ينصره، شنو كان احساسك وانت كتوشح من طرف وسام ملكي؟ نقول لك يعني احساس فخر وعزه ومفاجاه كبيره بالنسبه لي. يعني انا عمري ملي كنت صغير يعني كنت نقول للوالده ديالي، كنقول لها انا شي نهار غادي نسلم على الملك الله ينصره، كنقول لها هكذا صغير. ويعني مني كبرت وهادي وجات هذيك القضيه، قالت لي عقلتي ملي كنت صغير كتقول لي راه واحد النهار غنتلاقى الملك، كنقول لك واش حماقيتي واش سطيتي، راه عمرك ما غتلاقى. كنقول لها غادي نتلاقى، ويعني النهار اتصلوا بيا جاتني شي حاجه يعني باقي لدابا ما متيقهاش. ويعني الحمد لله سيدنا يعني ديما في تواصل معنا ومتبع الجديد، و كيشجعنا وكيسولنا على الحقوق ديال الفنانه وبزاف الامور. يعني هو ملم بالفن، الحمد لله ملم بالفن المغربي، والدليل ان احنا شفنا قرع الطول يعني فواحد المنظر واعر بزاف. يعني سيدنا ملك ديال الشعب وحنا ولاد الشعب الله ينصرو يطول العمر يا ربي. امين. شنو الحلم ديالك امين؟ الحلم ديالي يعني ما كنحلم بزاف مثلا. يعني انا بالطبيعه ديالي كنكون مع صحابي وداكشي كنهضر بزاف انا، وكنحلم بزاف، كنصدع لهم راسهم يعني كيبقاو هما جالسين سهرانين وانا كنحلم قدامهم وداكشي. يعني انا كنحلم انني واحد النهار يعني نكون يعني معروف في العالم العربي بداكشي اللي كنقدم انا، وكنحلم ان يعني نبدل بزاف الحاجات بالنسبه للعائله ديالي، و خوتي باقيين كيتسناو صغار. يعني انا بالنسبه لهم هو المستقبل. يعني كنتمنى انني نكون عند حسن الظن ديالهم. برافو عليك ان شاء الله باذن الله. انت غير حلم ربي ان شاء الله يحقق لك كل شيء. امين. ابار الفن انت مهندس دوله، كي درتي ليها يا خويا؟ ايوا كي درتي خلطتي ما بين الفن وال القرايه بالنهار والاستوديو في العشيه في الليل يعني انا كنت كنقرا واحد سبيسياليتي اللي هي الهندسه الكهربائيه، ما كتطلبش يعني الحفظ وداك الشيء يعني غير الفهم، وانا كان عندي شويه مع التكنيك بحكم قريتهم من الليسي، فكنت كنوفق بيناتهم، كنحاول نوفق بيناتهم. واخا كانت كتجيني صعيبه الغياب وداك الشيء، كنت كندير فوتوكوبي لي كور باش نقرا راسي، ولكن يعني بالنسبه للفنان في المغرب انا ما كنظنش انها يعني الحفلات وداك الشيء ما عندناش حنا كل نهار وكل يعني ليله، وانا ما كنغنيش في الملاهي الليليه. يعني داك الشيء كيجي اوكازيونيلمون مره وبين ديك المره كاين القرايه. حتى دابا يعني الانسان كيفكر واخا زعما يبقى مرتبط بالفن، مادام باقي ما كايناش داك الصافي راك عازل على الحياه الخاصه ديالك، يعني باقي كاين شويه الخويه تقدر دير شويه العمل، ولكن في واحد لو بوان كتم الشهره كتوصل يعني كتولي صعيب انك يعني تتوفق بيناتهم.
اكيد دابا كي غدير ما فكرتش غتشد صدق، ما الفن ولا فكرتش غتشد الهندسة؟ حتى نخرج دوك لي دو سينجل نشوف شنو الوقت. نتسناك ان شاء الله. امين، كي كدير مع لي فان ديالك في الزنقة؟ انا يعني معروف علي يعني شعبي عادي، لي فان ديالي راه بحال خوتي، يعني واحد يجي يقول لك تصور معايا كنتصور معاه عادي، ونعاودو 10 تصاور تجي زوينه ماشي مشكل. لي فان بعدا راه هما باش كاين، انت الا ما كانوش راك ما كاينش، يعني دونك اهم حاجه خصها تكون الفنان هو الجمهور ديالك. أمين، غادي ندوز معاك فقرة صراحة راحة، نسولك وتجاوبني بصراحة، ما تكذبش عليا. لا عادي. شي حاجة درتيها وندمتي عليها؟ هي الضحكة. بزاف د الحوايج شنو هي شي وحيدة منهم؟ يعني مش غادي نقول لك، ندمت مثلا انني في مثلا في موازين طلعت بباند، كان انا كنطلع ديما بديتي يعني في موازين طلعت بباند، ندمت عليها مثلا قلت عليها حيت هذيك الباند كتقتل لك الانرجي ديالك كوم، حيت حنا عندنا واحد الانرجي ملي كنطلعوا بالدي جي والبيت، الموسيقى ديالنا ثقيله يعني خاصها الانرجي سوغ سان، فملي كدير اون باند وداك الشيء الموسيقى بحال كطيح كتولي حنينه وصغيره، دونك هذيك الانرجي ما قدرناش ندوزوها تما بحال اللي دوزناها في لي شو اللي جا من بعد. حنا شفتي الشو ديال اكادير، الشو ديال طنجه، الفاس. ديال فاس، ديال تويزا، يعني كانت الانرجي حيت كانت دي جي، دونك نهار اللي انيولينا الدي جي بعدنا شويه على الهويه ديالنا الموسيقيه بان شويه هذاك الشيء بارد. وعلى حتى في الصوت الناس كانوا قالوا لا، ما لا بالنسبه لهذاك الفيديو راه كنت درتو بلاغ وداك الشيء، يعني راه سي تخويك راه من بعد على اكيد الصوت هنا، يعني لو كنت كنغني بلاي باك او موا ما كانش غير كنت ديكالاج بين الصوت. اكيد اكيد فوالا لما تبغي تقول سمحي لي ولا سمح لي؟ كنبغي نقول سمحي لي للوالده اللي دابا هي كتشتاق لي، وانا البوله ديال الدار ديالها وانا كنضحكها نفوج عليها وانا بعيد عليها دابا كازا. ما يخليها عليك. لما تبغي تقول انت الله يسامح شي حد اداك دلك شي حاجه كنبغي خير؟ نقول الله يسامح لاي واحد كيسب لك امك ولا باك ولا اخوتك في كومونتير، الله يسامح. اكيد، برافو عليك. لما تبغي تقول كنبغيك بزاف لي حيد عليا فانز ديالي، ماما لي لا فان فانز ديالي، فانز ديالي شي كنقول لهم شخص كنبغيك قريب بزاف. باقي ما عنديش شي واحد باقي ما يقول لي عندكش كنبغيك بديك الشيء ديال التركية هذه امتى نشوفك عريس؟ تندير العاقة على الزواج بالعاقة؟ كاين زواج لا بالعاقة؟ ضروري قالها حسن الفد اش قال؟ وراضي في الحب بالحبة. أمين، عندك الحس الكوميدي، علاش ما تدخلش نهار دير شي سيت كوم ولا تمثل ولا شي حاجة؟ انا عارف يمكن شي نهار، ولا جاك شي دور تقبل؟ يمكن شي نهار كنت ناقشت انا ومحمد خويا واحد النهار قال لي خصك تمثل وهادي، قلت له باقي الوقت شوية باقي شوية. فوالا الستيل اللي كدير امين تقدر تخرج منه شي نهار؟ لان عندك واحد الستيل ديالك بوحديتك. واش غادي نقول لك يعني غادي انا غادي غادي نبدل من الكلمه باش نوصلها للعرب يفهموها، حيت المشكل في الفهم، ولكن الموسيقى ديالي ما غاديش نقدر نبدلها حيت هي الايدونتيتي ديالي، هي الهويه ديالي. والهضره ضايده منين جبتيها؟ والله هذا ضايده، خصك تسولي السي باش تدوب على الطناطين وتسولي ومكلتهم على عيلي. لا هذوك ما فهمناش. دابا تسولهم على هلا لا انت لا حدايا نسولك على الهضره ضايده، والله بزاف الناس العظيم ما سولوك عرفت من عليها، جد. كيفاش كنا في خرجتيها؟ استوديو بالليل وطلع معي شي جن ولا شي لعيبه، بسم الله الرحمن الرحيم قال هذا ضايده. هو في الاول هذيك البارتي ديال هذا ضايده دي كانت حتى الاخر، يعني ما كانش هي الرفران، الرفران كان بوحدو كيقول انا جامي نخليك انت وحيده، انت عمري انت الكبيده، وفي الاخر كنا دايرين هذيك يعني هذيك كبيده انت يا ماشي بحال حتى الاخر، يعني وفي الاخر كتحاول تامبروفيزي اي حاجه يعني باش تخرج، يعني دونك غير تخرج من تسجلتيها لا شونسون. دونك حنا ملي جات زوينه شديناها وحطيناها في الرفران وعطات هذاك وهي اللي لعبات هادشي كامل. الله يعطيها الخير. الله يعطيها الخير، الله يبارك في الهضره. امين، كفنان مغربي ما كتخافش من الفضائح؟ خصوصا هادشي اللي انتشر دابا مؤخرا ديال لي فيديو ديال بعض الفنانين المغاربه كسي سعيد صنهاجي او غيره، ما كتخافش من هاد الفضائح شي نهار تعرض لهادشي؟ وشنو رايك في هادشي اللي ولا كيوقع؟ في رايي هذا تدخل في الحياه الخاصه ديال الناس من جهه، ومن جهه اخرى التربيه ديال الواحد والاخلاق ديالو هي داك المناعه اللي كتحميه من هاد الفضائح كامله، ويعني
كيف ما كان هذا السيد مسلم يهودي مسيحي، كتبقى هذيك مسألة التربية وصافي. أكيد. قبل ما نختمو معاك نسمع منك شي حاجة لايف ولا ولا دارك الصوت؟ صباح نسمع شي حاجة ديالي. ديالك بيان سور. الناس ماشي كيف الناس، فيهم مذهب فيهم نحاس، حنا يا ما همنا شكلامهم، هادو يمنا ماشي يامهم، حاس باللي الناس ما حاملناش وما كاين باس، هادي حياتنا ماشي حياتهم، ربي حاسبنا وما مالو. تبارك الله عليك، برافو عليك، تبارك الله عليك. امين، نتمنى لك ان شاء الله التوفيق في مسيرتك الله يبارك فيك يا ماريا، شكرا بزاف على المجهود اللي كتبذليه في التغطية ديال الجانب الفني في المغرب، وشكرا لشوف تي في، وشكرا للناس. هذا المسؤول اللي كيصور دابا اسماعيل اسماعيل، تحية اسماعيل والطاقم كامل. ما سخيناش بك امين، ما سخيتش، نتلاقاو بك ان شاء الله في فرصة قادمة مع جديد اخر. وانتم مشاهدينا الكرام غادي نودعكم، كان حاضر معنا نجم المتألق والمبدع امينوكس، غادي نودعكم على امل نلقاكم في حلقة مقبلة ان شاء الله مع ضيف اخر. تبقوا على خير.